السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية ورقية لأم يارا. وصفتنا علينا هاليوم سابلي بريستيج بذوق الكراميل. الهدف من هذا الفيديو ماشي باش نوريكم كيفاش تخدموا السابلي، وإنما الهدف منه كيفاش نديروا الشوكولا في المول تاع الكريستال. جاتني بزاف أسئلة في سابلي الويفي، حبوا يعرفوا الطريقة اللي خدمت بيها، دونك درت لكم هاد لا فيديو باش تعرفوا كيفاش درت الشوكولا في هذوك لي مول. جبت لهنا كمية من الشوكولا، حطيتها على حمام مائي، وجبت هاد ليمول اللي كان هداهم لي تانيك هذاك الأخ اللي حكيت لكم عليه في الفيديو تاع سابلي الويفي، وعطاني بزاف أنواع تاع طوابع مع هاد ليمول. راح نحاول إن شاء الله في كل فيديو هكا نعرفكم بنوعية. كما هنا جبت لكم هاد الأربع موديلات هما اللي حنخدم بيهم. نبدأ بهاد الشكل الأولاني اللي جاي على شكل جناح. من جهة أخرى جبت هنا هاد لابوش تاع سيليكون، نحط فيها شوكولا، وهنا الشوكولا لما تذوبوها على حمام مائي ما تزيدوا لها والو، ما تزيدوا لها لا زيت لا ما، لو كان تزيدوا لها راح تلصق لكم كامل في المول. نشد هذيك الشوكولا ونبدا نحط فيها في المول بهذه الطريقة. هاد الأداة راح تساعدكم بزاف في الخدمة خير من كي تخدموا بالمغرفة. بالمغرفة راح تجيكم الخدمة كامل ماشي نقية. حطيت كيما شفتوا كمية ونخبط المول غير شوية، راح تمشي الشوكولا بكل سهولة. نزيد جبت لهنا هاد الموديل تانيك ندير بنفس الطريقة. وهنا هاد ليمول كل مول عنده الطابع تاعو. معندها هنايا في المول راني نحط الشوكولا، ومن بعد كي نخدم سابلي كل مول نجيب الطابع ديالو ونقطع به اشكال. بعد ما كملتهم كيما راكم تشوفوا ندخلهم للمجمد ونخليهم لمدة 10 دقائق ونجبدهم. في هاد الاثناء جبت لهنا شوكولا بيضاء تاني كدوبتها على حمام مائي وما زدت لها والو، ونحط هكا في المول ونخبطو غير شويه باش تمشي. نكملهم كامل بنفس الطريقه يعني كيما درت مع الشوكولا السوداء، وندخلهم للمجمد يعني للكونجيلاتور ونخليهم لمده 10 دقائق ونجبدهم. ما نطولش عليهم بزاف، 10 دقائق راح تكون كافيه. هنا بعد مرور 10 دقائق شوكولا جمدت، وشوفوا كيف تنحى معايا بكل سهولة. يعني هكا مع نسي نخرجها تخرج معايا كيما قادرة نقلب المول ويهبطوا كامل يعني على ضربة. بعد ما كملت نحيتهم كامل من المول جبت لهنايا ملمع بلون نحاسي، وجبت هاد البونجا اللي حنخدم بيها. هنا ضروري الشوكولا تاعكم تكون باردة بزاف باش تبداو تخدموا، لو كان تكون دابت غير شويه كي تبداو تخدموا هذوك لي تخاس كامل يخسروا لكم. شوفوا هنا درت هذيك البونجا في الملمع غير كميه قليله ونمسح الاطراف. شوفوا الشكل شحال ولا شباب، يعني جا خير من كيما كانت الشوكولا وحدها، جا الشكل تاعو راقي. زيد جبت لهنا هذا النوع الثاني، شوفوا الطريقه كيفاش نحيت الشوكولا قلبته تتنحى بكل سهوله. يعني جاتني اسئله بزاف صابلي الويفي، ام يارا وعلاش ما وريتيناش كيفاش درتي الشوكولا، ام يارا كيفاش نحيتي الشوكولا من المول. لذلك حبيت ندير هذا الفيديو هكا باش تفهموا خير. كما راكم تشوفوا هنا شديت هذا الشكل تاني وخدمته كما خدمت مقبيله، والشوكولا البيضاء تاني شديتها ودرت لها ملمع فضي. بعد ما كملتهم نروح لهنا نحضر الصابلي. حطيت في اناء 250 غرام مارغرين طريه، نزيد عليها نص كاس سكر ناعم، ودائما حجم الكاس 220 مليلتر، ونزيد عليهم ملعقة كبيرة يعني تكون معمرة مليح توفيا كراميل. وعندي هنا عطر الكراميل، هذا ماشي ضروري، اللي عندها دير واللي ما عندهاش ما ديرش عادي. ونزيد عليهم حبة بيض زائد صفار بيضة. نخلط هاد المكونات مليح هكا غير بفوي برك، ما كان لهنا تستعملوا باتور لخاطرش ماشي ضروري. وبعد ما خلطتهم مليح شوفوا القوام تاع الخليط كيفاش يولي، نتوقف هنا ونزيد عليهم زوج مغارف يكونوا معمرين مليح نشا كيف كيف، ونسي ندخل هذاك النشا في الخليط الاول. فوالا نتوقف هنايا ونبدا نزيد في الفارينه. بالنسبة للفارينة راح نحط هنايا الكاس الأول،
ودايما الكاس يكون ممسوح، ما يكونش بومبي. نزيد الكاس تاني، ونزيد الكاس الثالث. هادو نحطهم 3 كيسان الاولين على ضربه، والكاس الرابع نوجدو ونزيدو من بعده. نزيد للخليط ملعقه صغيره خميره كيميائيه ما يعادل نصف كيس، ونبدا نطم في العجينه. هنا مع الاول حتجيكم العجينه متلوقه بزاف بزاف، لذلك نزيد لهنا الكاس الرابع ونطم العجينه. ومن بعد نوجد هنا الكاس الخامس، مي ما نحطوش كامل، قادره ندي منه ربع كاس كما قادره ندي نص كاس، يعني على حسب نوعيه الفرينه وعلى حسب حجم البيض. انا هنايا نطمت لي العجينه كما راكم تشوفوا، والكاس الخامس ديت منه ربع كاس فرينه برك. والعجينه اللي تحصلت عليها بيان سور هي عجينه طريه كما عجينه السابلي. نشد هاد العجينه نقسمها الى قسمين، دائما القسم الاول نحطه في ساشي ولا ورق شفاف ونخليه بجهه باش العجينه ما تنشفش، والقسم الثاني هو اللي نخدم به. كما راكم تشوفوا حطيت كيس بلاستيكي، حطيت فوقه العجينه، بسطتها هكا بيدي غير شويه، ونزيد نحط فوقها كيس بلاستيكي واحد اخر، ونجيب الحلال ونحل العجينه بسمك رقيق. وبعد ما حليتها نحي عليها هذاك الغلاف البلاستيكي، ونجيب طوابع، هذا الطابع تاع الجناح. كما قلت لكم كل مول خدمنا به الشوكولا عنده الطابع ديالو. هذا الطابع الاولاني نقطع به اشكال، وزيد جبت هذا الطابع تانيك كيف كيف هكا، نضغط غير على العجينه برك ما متحركوهاش باش ما يجوكمش صغار كيطيبوا. زيد جبت تانيك هذا الشكل الثالث، نقطع، يعني هاد الطوابع ساهلين ماشي كيما طابع الويفي شويه كومبليكي. وهذا الشكل الاخراني يكون على شكل مثلث. وبعد ما كملت قطعت كامل العجينه، نبدا نحي في صابلي، راح يتنحى معايا بكل سهوله. نحيهم كامل ونحطهم في سنيوه اللي كنت درت لها ورق الطهي ولا نرشها بالفارينه، وندخلهم الفرن يكون شعلته مسبقا على درجه حراره 160 درجه. نشعلهم من تحت غير نشوف الحواف بداو يصفروا، نشعلهم من الفوق غير شويه ونجبدهم. وبعد ما طاب سابلي، ماشي هذه هي الكميه كامل، مازالت سنيوه راهي طيب، خليت هذه الكميه بردت ونحطها هكا بجهه، وجبت لهنا تانيك شويه تاع توفيا كراميل ونبدا نلصق فيهم. هنا تحبوا تلصقوا كل حبه مع حبه هكا، ومن الفوق ديروا الشوكولا كما قادرين ديروا غير وحده وفوقها الشوكولا. انا حبيت نلصقهم باش يجي الشكل شويه عالي ما يجينيش هابط بزاف. وبعد ما كملت لصقتهم كامل، ومن جهه اخرى هنا راهي الشوكولا اللي خدمتها معاكم، ونبدا نلصق الشوكولا على سابلي بهذه الطريقه. جبت لهنا كميه تاع الشوكولا اللي كنت درتها في كيس حلواني، ونحط كميه غير قليله ونلصق بهذا الشكل. نحب دائما هكا نقرب لكم باش تبان لكم. نزيد كيف كيف شكل تاني، نسي هنا من كل شكل نخدم لكم حبه. حطوا هنا كميه تاع الشوكولا تكون غير قليله، ما تكتروش، لو كان تكثروا ومن بعد كي تلصقوا الشكل من الفوق حتخرج لكم كامل على الاطراف والخدمه ما تجيش نقيه. هذا الشكل الثاني، انا هذا اللي عجبني بزاف. نزيدوا لهنا نروحوا للشوكولا البيضاء كيف كيف نفس الطريقه، نحط كميه تاع الشوكولا البيضاء ونحط هذاك الشكل من الفوق. نعلم نزيدوا هنا اخر شكل اللي هو المثلث. وهنا بالنسبة للأشخاص اللي يعجبوهم هاد الليمون وهاد الطوابع وحبوا يطلبوهم، ما عليهم غير يتصلوا مع الأخ فرحاتي ياسين بائع بالجملة، اللي حنخلي لكم رقم الهاتف ديالو في صندوق الوصف. بعد ما كملت هنا كامل الكاطو نروح لمرحلة التزيين. بالنسبة للتزيين حطيت كمية متوفية كراميل فيها كيس حلواني، ونحط كمية غير قليلة في الوسط. أنا راح نكمل نزينهم كامل بنفس الطريقة ونوريهم لكم في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي لحلوتنا لنهار اليوم بعد ما كملتها.
شوفوا الشكل ديالها شحال جا راقي، جات يعني حاجة بريزونطابل، حاجة بالطبع. وكما شفتوا المكونات ما فيها والو، صابلي عادي وشوكولا، مي الشكل يلعب دور. نقرب لكم هكا من كل شكل، نقرب لكم حبة هكا باش تدوا فكرة، والشكل اللي يعجبكم هو اللي تخدموه بيان سور. راهي ريحة الكراميل في الدار راهي دايرة حالة، يعني صدقوني جاب بزاف بنين، ومام ما يخرج كمية كبيرة. هاد الكمية خرجت لي 33 حبة. شوفوا هنا كي قسمت سابلي، تقسم معايا بكل سهولة، جا خفيف، مام الشكل تاعو جا شوية عالي، ما جاش هابط بزاف. ونشوفوا هنا كي نقسمه بيدي كيفاش جا هشيج، تقسم معايا بكل سهولة. نتمنى تكون عجبتكم وصفتنا لناها اليوم، ونتمنى انكم استفدتوا معايا. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى عن قريب. مع السلامة.